السلام عليكم، أنا دكتور يزن الظاهر، وفي هذا الفيديو راح نتكلم عن الـ coating of tablets and multiparticulates. تعريف الـ coating، tablet coating هو الـ application of a coating material to the exterior of the tablet، إن أنا أحط طبقة أو غطاء على السطح الخارجي للتابلت with the intention of conferring benefits and properties to the dosage form over the uncoated variety. يعني هذا الكوت بيعطيها advantages أو فوائد بالنسبة للدوسج فورم مقارنة بالتابلت بدون الكوت. In its widest sense, the technology is also applicable to multi-particulate systems intended for modified release applications. كمان مش بس إنه ممكن نعمل coating لسطح التابلت، كمان ممكن نعمل coating لسطح multi-particulate systems أو pellets أو granules، حتى إنه نعطيهم نوع من modified release أو نتحكم بالrelease من هذا النوع من systems. To a much lesser extent, coatings may also be applied to hard shell and soft elastic capsules. كمان يعني في بعض الأحيان ولكن نادرا ممكن نعمل coating للhard والsoft gelatin capsules. في عنا أنواع مختلفة من التابلت coating. الثلاث أنواع الرئيسية اللي هي الفيلم coating والsugar coating والpress coating. من بين هاي الأنواع الثلاثة من الcoating، الفيلم coating أول واحد اللي هو الفيلم coating هو أكثر إشي يستخدم الميجر تكنيك. تقريبا كل الأدوية الجديدة اللي بتنزل بالماركت بتكون عبارة عن film coated tablets. الشوجر كوتينج هي traditional technology، ما في عليها تغيير يعني بالريسنت اللي هو years. As a proportion of the total output of coated tablets on a global basis though it is still of some economic importance. يعني بس يعني بعض البرودكتس الموجودة بالماركت ستيل يعني تسجلت كشوجر كوت وبعدهم بيصنعوها كشوجر كوتينج، زي مثلا مثال عليها الايبوبروفين. الأسباب اللي بتخلينا نعمل كوتينج للتابلت أو reasons for coating tablets، أول إشي إنه نحمي التابلت من الانفايرمنت أو خاصة من اللايت والمويستر، من الضوء والرطوبة. أيضا كتير من الأدوية لهم better taste، يعني لهم طعم مر أو لهم unpleasant taste، فأنا ممكن أعملهم coating حتى أني أخبي الطعم السيء لهاي الأنواع من التابلتس. أيضا ممكن عملية الكوتينج أنها تخلي التابلت easier to swallow، يعني سهلة البلع. أيضا colored coatings ممكن أنها تميز، يعني تعطي اختلاف أو تخلينا نميز product عن آخر بالنسبة لل appearance of raw materials. وكله طبعا هاي الreasons المختلفة بتساعد على patient compliance، إنه التزام الدواء ب يعني أخذ الدواء، يعني التزام المريض بأخذ الدواء. أيضا coatings may be optimized to with respect to coloration and gloss to aid their يعني sales appeal، ممكن إنه من ناحية تسويقية أو marketing brand يعني identification، مثلا شركة فايزر مميز بالنسبة لها اللون الأزرق للتابلت أو اللون الأزرق أو الأبيض، بيحبوا هذا اللون شركة فايزر. أيضا بتخلينا نميز البرودكت والمانيفاكتشرر. أيضا coating tablets facilitates their handling on high speed automatic filling and packaging equipment. عملية الكوتينج بتسهل اللي هو الفلو تبع التابلتس أو مرور التابلتس على الماشينز أثناء عملية الباكجينج، أثناء عملية التغليف. كمان الكوتينج ممكن يزيد الميكانيكال سترينث للتابلت كور، يمنع يعني يخلي الفريابيليتي للتابلت. وكمان الكوتينج ممكن يقلل عند الكونتامينيشن، الكروس كونتامينيشن is also reduced، خاصة لما يكون التابلت كتير بتعمل عند داستينج أو بتعمل عند غبرة، فوجود الكوت بيعمل elimination للدست. أيضا من أهم الأسباب تخلينا نعمل كوتينج اللي هو الفانكشنال فيلم كوتينجز، إنه أنا بستخدم الكوتينج حتى إني أعمل انتريك أو controlled release properties. زي ما ذكرنا سابقا انه من الطرق الاكستندد ريليز او الديلايد ريليز اني اعمل مثلا ريزيرفر سيستم
أو بنسميه ريزيرفر أو ميمبرين كنترولد أو كوتيد سيستم. هون الكوتينج ما بيكون بس الهدف منه إني أعمل ماسكينج للتيست أو إني أعطي لون للتابلت، بيكون الهدف منه إني أتحكم بالدراج ريليز. أول نوع من الكوتينج اللي هو الفيلم كوتينج، زي ما إحنا شايفين بالصورة هنا في عنا ألوان مختلفة للفيلم كوتينج. هي المور مودرن اند جنرالي يوز تكنولوجي بالتابلت كوتينج nowadays، هي اكثر شيء يستخدم حاليا. هذا التابل بورجيني الفروقات بين المقارنه بين الشجر كوتينج والفيلم كوتينج بالنسبه ل different features او different خصائص. مثلا الابيرنس، الشجر كوتينج بيعطيني راوندد with high rounded يعني tablets أو appearance with high degree of polish مع لمعة، بينما الفيلم كوتينج بيحتمل يعني it retains بيحافظ على الكونتور تبع الأوريجينال كوت، وبس بتكون ال weight gain طبعا بس من 2-3%، بينما بالشجر كوتينج بتكون من 30-50%، بيكون يعني high weight gain على وزن التابلت. أيضا اللوجو والبريك لاينز، هنا صعب إنه يكون في عندي لوجو على التابلت الشجر كوتينج لأنه بزيد الويت جين، فبيطمس أي لوجو أو أي بريك لاينز موجودة على سطح التابلت، بينما هنا الفيلم كوتينج أفضل إذا كان في عندي لوجو. Other solid dosage forms coating possible but little industrial importance. هنا طبعا coating of multiparticulates very important بالفيلم كوتينج. البروسيس طبعا الشجر كوتينج رح نشوف هي عبارة عن لونج بروسيس مالتي ستيج بروسيس، بينما الفيلم كوتينج سينجل ستيج. الشجر كوتينج بياخد وقت طويل ممكن يوصل 8 ساعات أو لونجر، بينما الفيلم كوتينج بأقل من ساعتين بيكون الكوتينج عملية الكوتينج خالصة. هنا functional coatings not usually possible ما عدا اللي هو الانتريك كوتينج، بينما بالفيلم كوتينج سهل انه نعمل مثلا كنترول ريليز او انتر كوتينج او وات ايفر اوف فانكشنال كوتينج وي وونت تو ابلاي اون ذا سيرفيس اوف ذا تابلتس. البروسيس ديسكريبشن بالنسبه للفيلم كوتينج، فيلم كوتينج انفولز ذا ديبوزيشن يوزوالي باي سبراينج ميثود اوف ا ثين فيلم اوف بوليمر سراوندينج ذا تابلت كور. يعني زي ما احنا شايفين هنا بالصوره بيكون في عندي زي جن وبيكون في عندي كوتينج سوليوشن وبيكون في عندي عمليه سبراينج لهذا الكوتينج سوليوشن داخل بان بتحتوي على تابلتس. هاي البان بتكون بيرفوريتد بان، يعني بيكون فيها زي ثقوب البان بتسمح بدخول الهواء السخن حتى الساخن حتى انه يصير في عندي ايفابوريشن للكوتينج ليكويد ودراينج للتابلتس. It is possible to use conventional panning equipment, but more usually specialized equipment is employed to take advantage of the fast coating time and high degree of automation possible. يعني بالعادة بيكون في عنده panning equipment، يعني specialized panning equipment مخصصة حتى إنها تتعامل مع التابلتس وتسمح بالdrying للليكويد والcuring للتابلتس أثناء عملية الكوتينج. The coating liquid contains a polymer in a suitable liquid medium together with other ingredients زي البيجمنتس أو البلاستيسايزر. يعني بالعادة بيكون عندي coating solution بيحتوي على polymer اللي هو بيعطيني الويت جين لما أرشه على سطح التابلت. أيضا بيكون في عندي مع البوليمر pigments تعطي لون للكوت، وبيكون في عندي plasticizer حتى إنه يطلع عندي smooth أو uniform coat. This solution is sprayed onto rotating mixed tablet bed or fluid bed. The drying conditions permit the removal of the solvent so as to leave a thin deposition of coating material around each tablet core. يعني بصير في عندي عملية spraying على سطح التابلت، at the same time بصير في عندي drying للتابلتس. بتكون التابلت bed very hot، بيكون في عندي inlet و outlet air بيسمح بالevaporation بالexcess liquid حتى عشان ما يصير في عندي sticking بين التابلتس بسبب وجود الويت ليكويد. كوتينج سسبنشن فورميليشن، هلا راح نحكي عن ايش مكونات الكوتينج سوليوشن او الكوتينج سسبنشن. في عندنا بوليمر، في عندنا بلاستيسايزر، في عندنا كولورنتس، في عندنا سولفنتس.
مثلا هون the ideal characteristics of the film coating polymer. البوليمر أنا بستعمله في الكوتينج له خصائص مهمة منها solubility. فور طبعا أنا بفضل إنه دائما أستعمل aqueous fluids أو إنه يكون الفلويد اللي أنا بستخدمه اللي هو المي، لأنه المي رخيصة متوفرة مش flammable. It should have good solubility in aqueous fluid to facilitate the dissolution of the active ingredient from the finished dosage form. However, whether a modified release action is required, then a polymer system of low water solubility or permeability will be chosen. يعني بالعادة إذا أنا بدي immediate release tablet فأنا بستخدم water soluble polymer، بس إذا أنا بدي أستخدم أعمل modified release tablet فبالعادة ما بنستخدم water soluble polymer، بيكون له certain يعني له low water solubility أو permeability حسب إيش نوع modified release اللي أنا بدي أعمله. أيضا بالنسبة للفيسكوسيتي طبعا البوليمر لازم يكون low viscosity for a given concentration عشان يكون سهل إني أعمل له spraying، يعني it should permit easy trouble free spraying. كل ما زادت الفيسكوسيتي كل ما كان أصعب إني أعمل له atomization أو أعمل له spraying، ممكن يسكر النوزلز تبعت السبراي gun. أيضا البيرميابيليتي، film coating can be used to optimize the shelf life of a tablet preparation as some polymers are efficient barriers against the permeability of water vapor and other atmospheric gases. يعني ممكن انه لازم انه يعطيني يعني خلال الشلف لايف يحمي الدرج من البيرميشن اوف ووتر فيبر، من اي شيء ممكن يقلل الاستابيليتي اوف ذا اكتيف انجريدينت. These properties vary widely between the individual polymers. طبعا من بوليمر لبوليمر البيرميابيليتي بتختلف بشكل كبير. ايضا من البروبرتيز المهمه الميكانيكال بروبرتيز، لازم أنا البوليمر اللي أنا بستخدمه لازم يكون له adequate strength، لازم يتحمل الامباكت والابريجن اللي بتتعرض له التابلت أثناء عملية الهاندلينج، مش لازم يكون فراجايل أو يعني مثلا بسرعة بيتكسر أو بيقشر عن سطح التابلت، لازم يكون له some mechanical strength. Insufficient coating strength will be demonstrated by the development of cracks and other imperfections in the coating. يعني إذا كان ما إله يعني strength كافية راح يصير في عندي cracking في الكوت وراح يصير في عندي imperfections أو مشاكل في سطح الكوت. It should be mentioned that the polymer chosen must also comply with the relevant regulatory and pharmacopeial requirements current in the intended marketing area. كمان لازم إنه يكون هذا البوليمر اللي أنا بستخدمه مسموح استخدامه في المنطقة اللي أنا بدي أشحن لها الباتش أو أستخدم فيها هذا الدوسج فورم. أنواع البوليمرز الموجودين اللي إحنا بنستخدمهم بالفيلم كوتينج، ممكن نستخدم سيلولوز ديريفاتيفز، ممكن نستخدم ميثاكريليت أمينو أستر كوبوليمرز، أو ممكن نستخدم الإيثيل سيلولوز أند أمينو ميثاكريليت كوبوليمرز. أول شيء السيلولوز ديريفاتيفز هم most are substituted ethers of cellulose، هم ديريفاتيفز of cellulose. زي مثال عليهم ال HPMC الهيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز is the most widely used for cellulosic of the cellulosic polymers. أكثر واحد بيستخدموه من اللي هو cellulose derivatives اللي هو ال HPMC hydroxypropyl methyl cellulose. هو بدوب عندي بالأكواس ميديا forms films which are mechanically tough and relatively easy to apply. سهل إنه نرش على سطح التابلت. الميكانيكال بروبرتيز تبعته عالية. The resultant film can be clear or colored with permitted pigments. ممكن أعمل منه clear coat أو colored coat. من الـ other cellulose derivatives اللي ممكن أنا أستخدمهم مثل cellulose والـ hydroxy propyl cellulose، كمان هدول الـ polymers soluble in water. هذا اللي هو الـ structure تبع الـ hydroxy propyl methyl cellulose. في عنا أيضا من الـ polymers الـ methacrylate amino ester copolymers، ما بيدوبوا بالـ بالمي below pH 4 but is neutral or alkaline but in neutral or alkaline media films achieve solubility by swelling and increased permeability. يعني ما بيدوبوا عندي بالacidic media، بالميديا اللي بأقل من 4 pH 4 لازم يدوبوا بneutral
أو alkaline media حتى أنهم يدوبوا. For simple formulation, the disintegration of the coating can be optimized by the incorporation of water-soluble materials and also by starch. يعني مثلا حتى نساعد على disintegration لهدول الأنواع من الكوت ممكن إحنا نضيف water-soluble polymers أو materials زي starches عشان تعمل عندي pores وتسمح ب disintegration of these يعني of these polymers. Chemically, an acrylate and 2-dimethyl amino ethyl methacrylate, methyl methacrylate. For coatings designed to confer modified release, ممكن نستعملهم بالmodified release. ممكن نستعمل more water insoluble polymers. طبعا ما بنختار polymer يدوب بسرعة بالماء. نختار مثلا polymer يدوب بشكل بطيء زي الإثيل سيلولوز, الإثيل سيلولوز أو الأمينو ميثاكريليت كوبوليمرز. طبعا الميثيل سيلولوز الإثيل سيلولوز ما بيدوب عندنا بالماء, بيدوب أكتر إشي بالألكوهول, ولكن ذوبان رح يكون بطيء في الماء. Yet another group of polymers is designed to provide an enteric protection to the dosage form. This is achieved by a pH selectivity of the polymer where it is insoluble at the low pH of the stomach. يعني مثلا لما نعمل enteric coated tablets, الenteric coated tablet هو نوع من delayed release اللي لما ما يكون بدنا الدواء ما يصير له dissolution بالstomach, وإنما يصير له dissolution أو disintegration بالsmall intestine, فأنا بعمل enteric coating بختار polymer ما يدوب بالlow pH وإنما بيدوب بالbasic pH الموجودة بالsmall intestine أو الموجودة بالديودينم بالdistal portion of the gastrointestinal system. فأيضا في عنا aqueous polymer dispersions, specialized dispersions of water insoluble polymers زي الإثيل سيلولوز حكينا عنه, الأمينو ميثاكريليت كوبوليمرز, they can be used in aqueous medium, are frequently encountered in coating of beads and granules for use in modified release preparations. طبعا لما يكون البوليمر عبارة عن dispersion مش solution يعني ما بيدوب بالماء فهو أكثر للmodified release preparations. طبعا advantage of these materials is that they permit the aqueous processing of otherwise water insoluble polymers with the consequent benefits of this method of processing. طبعا لما يكون في عندي البوليمر عبارة عن dispersion بتكون الviscosity أقل بالنسبة للcoating solution, فأسهل إنه نعمل له application أو عملية الatomization للcoating solution, لأنه إذا طالما البوليمر مش دايب فما راح إنه يزيد عند الviscosity بشكل كبير للcoating solution. أيضا من مكونات الcoating solution أو dispersion اللي هو plasticizers. The plasticizers, they are added to the formulation to modify the physical properties of the polymer to make it more usable. هم بيخلوا بيحسنوا من مواصفات البوليمر, بيخلوا الفيلم أقل brittleness, بيقلوا brittleness للفيلم, بيخلوها more smooth بدون استخدام البلاستيسايزر. راح يصير في عندي orange peeling أو زي سطح أو زي قشرة البرتقال, راح يكون سطح التابلت مش سموث. فإضافة البلاستيسايزر بتقلل عندي من الجلاس ترانزيشن تمبرتشر أو بتزيد الفلكسبيليتي للبوليمر أو الإلاستيسيتي للبوليمر, وبتعطيني اللي هو بتخلي الستراندز للبوليمر يعني سهل إنهم يصير لهم interposing with each other. In doing so, they permit these strands to move more freely and allow the polymer to act in more pliable fashion أو more flexible fashion. من الأمثلة على البلاستيسايزر اللي إحنا بنستخدمها البوليولز in general زي polyethylene glycol PEG 400, organic esters زي diethyl phthalate, أو الأويلز أو الجليسرايد زي مثلا fractionated coconut oil. هذول كلهم ممكن نستخدمهم كplasticizers. In general, only water miscible plasticizers can be used for aqueous based spray systems. طبعا polyethylene glycol هو واحد من water miscible plasticizers, ممكن نستخدمه في aqueous يعني coating solutions. أيضا من الconstituents للcoating dispersion أو solution الcolorants, الألوان اللي بتعطيني ألوان مختلفة.
they are ممكن يكونوا عبارة عن water insoluble colors اللي هم البيجمنتس. Pigments, they have certain advantages over water soluble colors. أول إشي البيجمنت لأنهم water insoluble فthey are more chemically stable بالنسبة للضوء toward light. بيعطوني better covering power أو opacity للتابلت and they optimize the impermeability of a given film to water vapor. يعني بيحسنوا من يعني بيمنعوا الووتر فيبر من انه يفوت للكوت. مثال على الكالورنتس اللي هو الايرون اوكسايد بيجمنتس التيتانيوم دايوكسايد والالومنيوم ليكس هذول كلهم عباره عن ووتر انسوليبل بيجمنتس. في عندنا ايضا سولفنتس. طبعا السولفنتس اللي احنا بنستخدمهم بالاغلب مي ولكن في بعض الحالات ممكن انه نضطر ما يعني ما بزبط استخدم المي ولكن يعني الأورجانيك سولفنتس ممكن نستخدمهم ولكن بحذر. مودرن تكنيكس rely on water as a solvent because of the significant drawbacks with the use of organic solvents. في مشاكل في استخدام الأورجانيك سولفنتس. أول إشي إنهم يعني من disadvantages أو مساوئ استخدام الأورجانيك سولفنتس أول إشي الانفيرومنتال لهم تأثير على البيئة. They are expensive, مكلفين. Removal from gaseous effluent is كمان التخلص منهم expensive. Safety ممكن يعمل عندي explosion. في بعض منهم كثير منهم flammable fire. ممكن يكون لهم toxicity إذا ضل في عندي residual يعني impurities داخل the dosage form. Financial إن نعمل مثلا building of flame explosion proof facility. أيضا ingredient cost لهم عالي مقارنة بالمي وتخزينهم والquality control راح يكون cost لهم عالي. أيضا solvent residues اللي زي ما حكينا ممكن residual organic solvent ممكن تعمل عندي toxicity أو لازم نعملها analysis حتى إنه نتأكد إنها below toxic levels الموجودة داخل dosage forms. طبعا the process details بالنسبة لعملية الفيلم coating. The vast majority of film coated tablets are produced by the process which involves the atomization. زي ما حكينا بصير في عندي spraying the coating solution of coating solution or suspension into a bed of tablets. وهذا ال bed of tablets بنكون احنا عاملين له warming أو heating with يعني warm أو hot air. من الأمثلة على الإكويبمنت اللي ممكن نستخدمها في عنا إكويبمنت مختلفة منها الأكسيلا كوتا دراي كوتر اي دي اي هاي كوتر. في عنا شركات مختلفة بتصنع يعني كوتينج إكويبمنت لعملية. في بعض الشركات بتعمل كوتينج أو داخل الفلويد بيد دراير زي شركة جلات أو الأروماتيك فيلدر. كمان حكينا ممكن نستخدم الفلويد بيد دراير للدراينج ولعملية الجرانوليشن وأيضا لعملية الكوتينج للبلتس أو المالتي بارتيكلت سيستمز. هذا اللي هو الديزاين اللي هو البانينج للأكسيلا كوتا. بيكون في عندي تابلتس بيكون في عندي سبرينج جون زي ما احنا شايفين. هذا السبرينج جون بيعمل عندي سبرينج للليكويد وبيكون في عندي تابلتس بتتحرك هاي البان بشكل يعني بشكل مستمر حتى انه توزع الكوتينج سوليوشن ويصير في عندي ميكسينج للتابلتس بالداخل. طبعا هنا بيكون في عندي انلت اير هذا الاير بيكون هواء سخن وفي عندي هنا اوتلت اير او اكزوست اير حتى انه يعمل عندي يصير في عندي ايفابوريشن للليكويد او الووتر الموجوده عندي بالكوتينج سوليوشن وما يصير في عندي ستيكينج بين التابلتس مع بعضهم البعض. The basic process requirements for film coating. أول إشي adequate means of atomizing the spray liquid يعني هو the spraying gun أو the atomizing air. أيضا adequate mixing and agitation of the tablet bed. لازم إنه البان تكون بتتحرك وتعمل عندي mixing للتابلتس. أيضا sufficient heat input in the form of a drying air to provide the latent heat of evaporation for the solvent. زي ما حكينا the inlet air بيكون عبارة عن hot air بالعادة بتكون درجة حرارته 40 أو 50 سلسيوس حتى أنه يعطيني الهيت اللي بتسبب أو الانرجي اللازمة حتى أنه صار في عندي evaporation
أو يعني تتحول عندي الليكويد للغازيوس ستيت، هاي بنسميها latent heat of evaporation. أيضا في عندنا good exhaust facility to remove dust and solvent laden air، لازم يكون في عندي outlet air من الجهة الأخرى مقابل للإنلت إير حتى أنه يسمح بالهواء أنه يطلع من الجهة الثانية، الهواء اللي بيحمل الووتر فيبر أو بيحمل الدست اللي بيطلع من التابلتس. هلا نتكلم عن الايديال كاركترستكس للفيلم كوتد تابلتس. It should display an even coverage of film and contour، لازم يكون توزيع الكوت متساوي من ناحية اللون من ناحية الثيكنس على التابلت. أيضا there should be no abrasion of the tablet edges or the crown، مش لازم يكون في عندي حفاف مكشوفة على سطح التابلت. اللوجوز والبريك لاينز، أي شعار للشركة أو بريك لاين اللي هو المكان اللي بنكسر منه التابلت مش لازم يكون إنه مطموس أو معبى بالكوت. Other than the tablet must also be compliant with the finished product specifications and any relevant compendial requirements. يعني المفروض إنه عملية الكوتينج ما تأثر عندي على ال disintegration of the tablet أو على dissolution of the tablet. لازم تضل التابلت إنه بصير لها disintegration، بصير في عندي drug release أو dissolution. فلازم إنه ال finished product أو الكوتد تابلت ما تأثر على أني تست إحنا بنعمله للتابلت. من الكوتينج فولتس اللي ممكن تصير، طبعا من المشاكل بتصير أثناء عملية الكوتينج، أثناء البروسيسينج for example inadequate drying conditions will permit coating previously deposited on the tablet surface to stick against neighboring tablets. يعني إذا الهواء اللي أنا بدخله على البان مش كافي أو درجة حرارته مش عالية بالشكل الكافي، فممكن إنه يصير في عندي sticking، ممكن الليكويد إنه يتجمع على سطح التابلت ويصير في عندي sticking بين neighboring tablets. أيضا الفورميليشن فولتس، مثلا في شغلات بتتعلق بالفورميلا تبعت الكوتينج سوليوشن أو ديسبرجن، مثلا cracking or bridging of break lines are examples of this type. After taking due account of the mechanical properties of the film, reformulation will almost certainly be successful in overcoming the problem. يعني ممكن يصير في عندي bridging أو cracking للسيرفس تبع الكوت، فأنا ممكن أحله بإني أعدل على الفورميلا تبعت الكوتينج سوليوشن أو ديسبرجن. هلا النوع الثاني من الكوتينج اللي هو الشوغر كوتينج. زي ما حكينا الشوغر كوتينج هي عبارة عن traditional method مش كتير يستخدم يعني nowadays. يعني الشوغر كوتينج زي ما احنا شايفين بالصورة هون بيكون له high gloss، الweight gain عالي ممكن يوصل 30-50%. البروسيسز كتير طويلة، ممكن نضل 8 ساعات وفيها أكتر من بروسيس، فيها application of sucrose based solutions عشان هيك على الكور، عشان هيك احنا سميناها sugar coating لأنه بيحتوي على sucrose. Conventional panning equipment with manual application of syrup has been extensively used، ممكن نستخدمها، ولكن في عندي بعض specialized. هلا نتكلم عن الخطوات sugar coating. في عندنا خطوات يعني كثيرة في عملية الشوغر كوتينج، ممكن تستغرق 8 ساعات، منها سيلينج للكورز، سب كوتينج، سموثينج، كولورينج، بوليشينج اند برينتينج. اول خطوة اللي هي عملية السيلينج، انه بنعمل ابليكيشن لووتر امبيرميبل بوليمر، بالعادة هذا البوليمر اما بيكون عبارة عن شلاك او سيلولوز اسيتيت فثاليت او بي في بوليفينيل اسيتيت فثاليت، ممكن انه نعمل في السيل للكور. بعدين بنعمل سب كوتينج. سب كوتينج هو مش الكوتينج النهائي. To attain هو اللي بيعطيني rounded profile of a sugar coated tablet. The sealed tablet core must be built up to gain the desired profile. This process of sub coating بالعادة ممكن نستخدم فيها bulking agents زي الكالسيوم كربونات أو التالك. To the applied sucrose solution a gum such as acacia is also added to the applied suspension.
بعدين بنعمل smoothing after اللي هو correct profile has been obtained by subcoated tablet. subcoat بالعادة بيكون له rough surface أو خشن, فحتى إنه يصير smooth فبنعمل application ل sucrose syrup. بعدين بنعمل coloring, بنحط nearly all sugar coated tablets are colored. بالعادة بيكون إلها ألوان جميلة وإلها glow رائع, فإحنا ممكن نستخدم pigments حتى إنه نعطي color للsugar coat. أيضا ممكن نعمل polishing. polishing ممكن نعمل application لنوع من الواكس زي البيز واكس أو الكرنوبا واكس, هو بيعطيني اللمعة أو الجلوس لهذا النوع من الكوت. وآخر يعني stage اللي هي البرينتينج, ممكن أطبع اللوجو أو الكود تبع المانوفاكتشرر. طبعا عملية البرينتينج بتتضمن استخدام اللي هو edible ink, يعني ink قابل يعني آمن للأكل. وطبعا هذا الشيء بيكون آخر step. The process details, typically tablets are sugar coated by a panning technique. كمان بنستخدم panning technique. The simplest form اللي هو بيكون sugar coating pan with a supply of a dry air. طبعا حتى اني اعمل application للcoat. Methods of applying the coating syrup include إما manually by a ladle or automatic control, إما spraying أو manual. In general, the equipment listed under film coating can with suitable modification be used in sugar coating technique. يعني نفس ال equipment اللي أنا بستعملها في الفيلم coating كمان ممكن أستخدمها للsugar coating technique. The ideal characteristics للsugar coated tablets, أول إشي زي ما حكينا بالفيلم coating لازم ال coated يعني dosage form comply with the finished product specification. Appropriate for compendial requirement من disintegration, dissolution أو mechanical strength إلى آخره. أيضا sugar coated tablets should be perfectly smoothly rounded contour with even color coverage. لازم يكون الكوت مغطي كل السطح للكور. Most manufacturers take advantages of the aesthetic appeal of the sugar coated tablet and polish to a high gloss. يعني دائما شكل sugar coated tablets بيكون جميل, لهم gloss عالي. هذا الاشي ممكن انه يحسن الماركتينج لهذا النوع من ال coated tablets. Any printing should be distinct with no smudging or broken print على surface. لازم يعني print يكون واضح وما في أي faults. The coating faults اللي ممكن تصير اللي هي these are usually associated with the process defects, زي مثلاً splitting of the coat. هذا اللي هو اللي إحنا شايفينه بالصورة هو عبارة عن splitting of the coat on storage caused by inadequate drying during the coating application. أنا دائماً بعد ما أخلص عملية الكوتينج أو الابليكيشن للكوتينج سوليوشن لازم أعطي التابلتس وقت كافي إنه يصير لها curing, يعني بشغل عليها البان بتضلها يدخل عليها هواء سخن أو hot air حتى أنه يصير في عندي curing للفيلم اللي أنا بعمل له application على surface of the tablet, حتى أنه ما نتجنب أنه يصير في عندي splitting للكوت later on. ثالث نوع من أنواع من طرق الكوتينج اللي هو البريس كوتينج. البريس كوتينج بتختلف طبعا عن الفيلم أو الشجر كوتينج. It involves the compaction of granules, granular material around an already performed core using compressing equipment. يعني هي بالأصل يعني هي زي كأنها عملية compression, ولكن compression من كل الجهات على التابلت كور. مثال عليها اللي هو استخدام اللي هو المانستي دراي كوتا. Today press coating is usually mainly to separate chemically incompatible materials. الفائدة من هاي الطريقة انه ممكن انا اعزل المواد اللي فيهم incompatibility عن بعض. ممكن احط اشي بالكور واحط اشي بالكوت حتى انه ما يصير في عندي اقلل من الانتراكشن بينهم. فهي عملية compaction of granular material around an already performed كود زي ما احنا شايفين هون. هاي هي عبارة عن البريس كوتينج, هاي الكور وهاي بعد الكوتينج بتصير بهذا الشكل.
However, there's still an interface of contact left between the two layers. يعني راح يكون في عندي contact بين the two layers إذا كان في عندي incompatibility. ولكن طبعاً أكيد ال contact راح يكون أقل بكتير من لما يكونوا مخلوطين مع بعض بنفس ال layer. It is possible to apply two press coatings to a tablet core using a suitable equipment. ممكن أحط أكثر من press coating layer. ممكن يكون عندي 2 أو 3. This equipment produces the press-coated tablets with perfect separation between active core and coating, as the two can be separated by an inert metal layer. The formulation and processing of the coating layer requires some care. Large or irregular sized agglomerates of granules will cause the core to tilt in the second die used for compression of the coating. يعني صعب إنه يعني هاي البروسيس إذا ما كان في عندي يعني uniform agglomerates أو granules حتى نعملها compression حوالين الكور, فراح يصير عندي مشاكل أثناء عملية press coating. ما راح يصير في عندي complete يعني coating, راح يكون coating incomplete, وبعض ال parts أو الحفف للكور راح تكون visible من التابلت surface. A disadvantage of the process arises from the relative complexity of the mechanism used in the compressor equipment. يعني هذه طريقة الكوتينج شوي كومبلكس, فيها مشاكل, فيها صعوبات, لأنه أنا بعمل كومبريشن من جميع الجهات. وطبعا الفيلم والشجر كوتينج أبليكيشن رح يكون أسهل بكتير. هلأ نتكلم عن الـ functional coatings. المقصود بالفانكشنال كوتينجز هم الكوتينجز يعني مش الهدف منهم انه يكون immediate release, الهدف منه انه يكون modified release سواء كان delayed او extended. فall coatings described above have been designed as a taste mask, يعني بس الهدف منها انه بس نخبي الطعم اللي ذكرناها سابقا, بس نخبي الطعم او نعطي لون او نحسن من شكل الكوتينج. ولكن الفانكشنال كوتينجز الهدف منها إنه نعطي controlled أو enteric coated release أو dosage form. The controlled release coatings أو extended release coating بالعادة إحنا يعني مستخدمها على multiparticulate systems. After coating, these particles are filled into hard gelatin shells or occasionally compressed directly into tablets by a process which permit minimal rupture of the applied film. المقصود بالmultiparticulates زي ما احنا شايفين هون, هاي اللي هي البيلتس او الجرانيولز الصغيرة احنا ممكن نعملها coating, بعدين احنا نعبيهم داخل hard gelatin capsule, او ممكن نخلطهم مع out excipient ونعملهم compression زي مثلا بالنيكسيوم. نيكسيوم هو عبارة عن multiparticulate system ولكن على شكل tablet. The coating involved use polymers. طبعا ما بتكون water soluble polymers بالأغلب, يعني water insoluble polymers زي الإيثيل سيليلوز أو بعض الميثاكريليت copolymers. Multiparticulates commonly referred to as pellets أو بنسميهم beads find favor over conventional non-disintegrating tablets for controlled release use owing to a number of factors. يعني احنا دائما بنفضل استخدام اللي هو المالتيبارتيكلتس او البيدز او البيلتس على السنجل يونت او الهول تابلتس, لانه في عندي يعني ادفانتجز. اول اشي they're small size, حجمهم بيكون صغير من 0.7 ل2, اللي طبعا هذا الحجم الصغير رح يخليهم انه they pass through the GI tract أو pyloric sphincter بسهولة. الgastric emptying تبعهم رح يكون سريع أو transit time تبعهم سريع, و they distribute themselves along the gastrointestinal tract. This tends to overcome the disadvantage that whole tablets have a rather irregular passage through the GI tract and consequent irregular absorption. بينما ال big tablets أو ال one unit tablets راح يكون عندها مشكلة ال irregular passage, بتأثر عندي بال food intake, ال absorption تبعها بيختلف من مرة لمرة. فال small sized pellets أو ال beads أو multiparticulate systems الأفضل من هاي الناحية. gastric emptying تبعهم أسرع, بمروا من pyloric sphincter بسهولة. أيضا whole non-disintegrating tablets can be liable to lodge in the restrictions within the GI tract اللي حجمهم كبير هون, and this can lead to ulcerative damage to the gastric mucosa as the drug solution is leached out from the tablet. كمان ممكن large tablet أو single unit dosage form إنها
تعلق بجزء بالجي اي تراكت وتعمل عندي مثلا ulceration او damage للجي اي تراكت. Because of their small size, هون المقصود البيز او المالتي بارتيكلت سيستم, this is not a problem with multi particulates. ايضا كمان should an individual bead or pellet fail and release all of its content at once, the patient would not be exposed to any undue risk. طبعا بالمالتي بارتيكلت سيستم لو واحد من البيدز او نسبه من البيدز كان فيهم مشكله وعملوا بريماتشور ريليز للدواء, فهذا الاشي ما راح يعمل عندي مشكله لانه بقيه البيلتس راح تاثر راح تعوض اللي كمية الدواء. بينما بالسنجل يونت دوسج فورم إذا في عندي أي imperfection أو مشكلة في ال أو صار في عندي مثلا ريليز بشكل خاطئ, فأنا رح أغرس يعني أخسر كل الدوز ويصير في عندي دوز dumping. في عندنا أنواع مختلفة من المالتي بارتيكلتس. في عنا الدراج كريستالز, في عنا الريجولر جرانيولز, في عنا سفيرونايزد جرانيولز, في عنا دراج لودد نون بيرلز, وفي عنا الميني تابلتس. راح نحكي عن كل واحدة من هدول لحال. اول اشي الدراج كريستالز, ممكن انه اذا كان عندي الكريستالز تبعت الدواء يعني لارج انف ممكن استعملها ك زي ما احنا شايفين بالصورة ك multi particulates as long as they are of the appropriate size and shape, elongated and circular crystals طبعا should be avoided. They can be directly coated with a modified release film coating. ممكن اعمل عليهم يعني functional coat طالما انه الدراج كريستالز كبيرة. لازم ابعد عن يعني بحب بنفضل يعني اسهل عملية الكوتينج اني استخدم الكريستالز اللي شكلهم spherical بشكل اكبر, بينما الالونجيتد او اللي مش circular crystals هدول لازم ابعد عنهم. ايضا في عندنا الirregular granules مثلا زي ما احنا شايفين بالصورة. الgranules such as those regularly used to prepare tablets, لأن يعني بستخدمهم يعني بحصلهم من عملية الgranulation. ممكن اني كمان انا اعملهم coating او اعملهم functional coat. ايضا spheronized granules يعني زي ما حكينا سابقا عملية spheronization اللي هو extrusion spheronization ممكن ان احصل spheres, وهاي spheres انه انا استخدمها ك multi particulate systems. if spheroidal particles simply ممكن اعملهم coating ب كمالتي بارتيكلتس. they are produced in modified granulating equipment زي ما حكينا extrusion spheronizer, وبعدين ممكن أنا أعبيهم ب hard gelatin capsules زي ما احنا شايفين. أيضا الدراج لودد نون بيرلز another process for producing spheroidal particles involves the application of the drug to the surface of the placebo pellet. هاي البلاسيبو pellets هي عبارة عن sugar يعني sugar pellets. أنا ممكن أعمل coating للدواء, يعني أنا ممكن أستخدم إما spheronized coated drug. ممكن أنا أعمل coating للدواء على السيرفس, يعني ممكن أنا أرش بالكوت الدواء نفسه هون بستخدم مثلا كور معمول من السكروز, وبعدين بحط الدواء على السيرفس على السيرفس اللي هي هاي اللاير, وبعدين بحط مثلا فانكشنال كوت يتحكم عندي بالدراج ريليز. Application of the drug uses either إما a powder dosing technique involving يعني ممكن أعمل application للدواء داخل البيلت إما عن طريق الباودر دوزينج تكنيك أو عن طريق اللي هو spray application of the drug على السيرفس. في عنا أيضا من المالتي بارتيكلتس اللي هم الميني تابلتس. many of the other types of multi particulates described so far suffer from two potential batch wise drawbacks. هلا من مشاكل اللي ممكن تصير عندي بالمالتي بارتيكلتس اللي السابقة اللي هو مشاكل بتتعلق بالبارتيكل سايز ديستريبيوشن, إذا حجمهم مش كله نفس الشيء, وأيضا الشيب والسيرفس رفنس هاي كلها ممكن تأثر على
uniformity of the coating أو عملية the coating process itself. For such variability can result in variable coating thickness and thus product performance. طبعا هاي الاشتغالات ممكن نتغلب عليها بأنه نعمل tablets, mini tablets, نكبسهم على compression machine. يعني هون إذا بنشوف بالصورة هذا اللي هو شكل البيبي أسبرين, هون شكل الميني تابلت بيكون حجمها كتير صغير. This problem can be overcome by using many compressed tablets, typically in the size range of 1 to 2 millimeter. بيكون حجمهم من 1 to 2 millimeter, produced using a traditional tableting process. يعني بيكون نعملهم نستخدمهم على ال compression machine. هلا الميكانيزمز اوف دراج ريليز فروم مالتي بارتيكلتس, يعني ذكرنا سابقا كيف احنا بنتحكم بالدراج ريليز من المالتي بارتيكلت سيستم, نفس اللي حكيناه بالتابلتس, اما ديفيوجن كنترولد سيستمز او ديسوليوشن كنترولد او ايروجن كنترولد او اوزماتيك بومبس, ذكرناهم سابقا لما حكينا عن التابلتس. في عنا من الفانكشنال كوتينجز اللي كثير يعني بنشوفها بالصناعات الدوائية اللي هو الانتريك كوتينج. الانتريك كوتينج هو نوع من الديلايد ريليز. الديلايد ريليز هنا الريليز ما بصير في عندي بالستومك وإنما بصير عندي بالسمول انتستن. طبعا الأهداف اللي الهدف ليش أنا بعمل يعني ما بصير في عندي يعني ديسنتجريشن للتابلت بالأسيدك انفارومنت الموجودة بالستومك, وإنما لما ترتفع البي اتش تصير عندي بالألكالين pH, فبصير عندي release بالsmall intestine. طبعا الهدف منها انه prevention of acid attack on active constituents unstable at low pH. في بعض الأدوية زي مثلا proton pump inhibitors أو PPIs ما بيكونوا stable بالacidic media, فأنا بحميهم من HCl الموجود بالمعدة. أيضا to protect the stomach from the irritant effect of certain drugs. في بعض الأدوية أيضا ممكن تعمل عندي irritation ل أو ulcers بالstomach, فأنا يعني مثلا زي الأسبرين for example, فأنا بعملها انتريك كود. أيضا to facilitate the absorption of a drug that is preferentially absorbed distal to the stomach. في بعض الأدوية كمان ممكن يصير لهم absorption من small intestine, فالأفضل أن أعملهم release هناك. The following polymers are among those commonly used for the purpose of enteric coating. في عنا من البوليمرز اللي أنا بستخدمهم السيلولوز أسيتات فثاليت, بوليفينيل أسيتات, والأكريليك ديريفاتيفز بيكون عليهم يعني كاربوكسيليتي جروبس. الكاربوكسيليتي جروب ما بتدوب عندي باللو بي اتش أو بالاتش سي ال, وإنما بتدوب بالبيسك بي اتش. Because they possess the free carboxylated groups on the polymer backbone, they exhibit a differential pH solubility profile. زي ما حكينا بيكون solubility تبعهم بالalkaline condition is better, بينما الcarboxylated group بالacidic condition ما رح يصير لها ionization. They are almost insoluble in aqueous media at low pH, but as pH rises, they experience a sharp increase in solubility at a specific pH. زي for example اللي هو cellulose acetate phthalate. الانتريك كوتينج is possible using both sugar and film coating technique. يعني ممكن أنا أعمل انتريك كوتينج باستخدام الشجر كوتينج أو الفيلم كوتينج. Enteric film coating. The enteric polymers listed are capable of forming a direct film in a film coating process. يعني هنا a sufficient weight of enteric polymer must be used to ensure an efficient enteric effect. طبعا أنا لازم أضيف كمية أو أعمل weight gain مناسبة من البوليمر حتى أنه تحمي الكور من أنه يصير له disintegration. يعني طبعا ال disintegration test للenteric coated tablet بتضمن أنه أنا أعمل ساعتين disintegration test بالHCl, بعدين لما أغير ال disintegration media ل يعني phosphate buffer لازم بسرعة يصير في عندي ال behavior للتابلت يتحول ل immediate release. لازم يصير في عندي disintegration within a few minutes. Standards for coated tablets. طبعا the European Pharmacopoeia has similar requirements for coated or uncoated tablets. طبعا بالفارماكوبيا لازم أنا أعمل اللي هو uniformity of mass, uniformity of weight. كمان لازم إنه coated tablet it should comply with the disintegration test for uncoated, زيها زي uncoated tablets.
Requirement for coated tablets other than film coating is is modified to include 60 minute operating time. إذا أنا بحكي عن مثلا هنا مش immediate release tablet أو بحكي عن entry coated tablet فلازم تتحمل عندي أول إشي ساعة أو ساعتين بال HCL بعدين تتحول ل immediate release لما أنا أغير disintegration medium ل الالكالين كونديشن زي الفوسفيت بافر. يعطيكم العافيه.